هي. طيب الأرقام بتقول لنا إيه في النسخة دي من يورو 2024؟ إحصائية اليورو إيه؟ صحيح، الارقام لهواة الارقام بقى قبل ما نخش للحاجات القطايف واللطايف زي ما بيقولوا، الارقام بتقول ان احنا عندنا لغايه دلوقتي 44 مباراه في بطوله اليورو لعبوا حتى الان، تم تسجيل فيهم كم هدف؟ تم تسجيل فيهم 100 هدف، وده رقم ممتاز لانه بيديني معدل تقريبا هدف كل 40 دقيقه و2.3 هدف للمباراه الواحده. المباراه الاكثر تسجيلا كانت مباراتين شهدوا 5 اهداف، جورجيا واسبانيا في دور 16، تقدمت جورجيا وعاقبتها اسبانيا برباعيه قاسيه جدا، وهولندا والنمسا ماتش في دور المجموعات، والحقيقه انا بقول ان النمسا دي ممتازه، رالف رانجنيك الحقيقه عمل توليفه عظيمه، لم يكن يستحق الخروج ابدا، لكن هي كره القدم، انا بعتبره منتخب البطوله خسرته، النمسا منتخب منضبط جدا ومفاجاه للجميع، يكفي انه تصدر مجموعه فيها بطل يورو 88 هولندا وبطل يورو 2084 منتخب فرنسا. عندنا 29 انتصار، عندنا 15 تعادل كان اخرهم التعادل ما بين البرتغال وسلوفينيا، عندنا 186 بطاقه صفراء بمعدل 4.2 انذار في المباراه الواحده، وده معدل عالي ما كانش موجود في اول دور المجموعات، بدا يعلى مع الجوله الثالثه ودخلنا بقى في الجد زي ما بيقولوا والاقصائيات. عندنا 3 كروت حمراء لا يتضمنوا الكارت الاحمر اللي حصل عليه ماتياس كيك المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا في مباراتهم مع البرتغال. عندنا الهداف، الهداف 3 لعيبه او 4 لعيبه بيتشاركوا المكانه دي، عندنا جورجوس ميكاوتادزي الراجل الممتاز بتاع منتخب جورجيا الحقيقه، ميدز الفرنسي نجح في تفعيل عقد شرائه بشكل نهائي من اياكس، والبعض يستغرب لان ميدز هبط درجه ثانيه لصالح النادي العريق سانتي اتيان اللي صعد للليج مره ثانيه، انما ميكاوتادزي الحقيقه لن يبقى في صفوف ميدز كثيرا يعني لانه لاعب ممتاز ومن مفاجات البطوله. بيشاركوا صداره الهدافين جمال موسيالا صاحب الاصول الانجليزيه والذي اصبح المانيا خلاص وبقى من جواهر المانيا، كودي خاكبو نسخه ليفربول المختلفه تماما عن نسخه هولندا، خاكبو الحقيقه بيقدم نسخه ممتازه، وبالمناسبه فيما يتعلق بنطقه هو دايما بينطق خاكبو وليس جاكبو او جاكبو، لان الجيم في الهولنديه بتنطق خاء زي مثلا المدافع الشهير جدا خالت، لما نيجي نتكلم على خالت دايما بيبقى الجيم في الهولنديه خاء، دي حاجه يعني ايه لا عشان الناس اللي بتتعقد من النطق والاسماء يعني. احنا كره القدم دايما متعودين على الاسماء اللي يعني وفقا لثقافه بلدهم الهولنديه يعني، وطبعا ايفان شانس مهاجم منتخب سلوفاكيا اللي تالق وسجل هو كمان 3 اهداف، شانس وميكاوتادزي ودعونا، لكن موسيالا وخاكبو مكملين في البطوله وبالتالي عندهم فرصه ان هم يزودوا حصيله اهدافهم. افضل صانع كان تشافي سيمونز نجم منتخب هولندا والبي اس جي، قدم 3 تمريرات حاسمه. الاكثر تسجيلا منتخب المانيا 10 اهداف، وده بالنسبه لي مش غريب لان مجموعه المانيا ما كانتش المجموعه القاسيه، اسكتلندا مجر اصعب اختبار كان سويسرا، وفي دور ال 16 قبله منتخب الدنمارك منتخب قوي لكن ليس مثلا كمنتخبات زي البرتغال ماتشات فرنسا بلجيكا وهكذا يعني. الاكثر استحواذا، ودي بتؤكد على فكره بالمناسبه المانيا وراها على طول اسبانيا 9 اهداف، للي بيسال فين اسبانيا؟ اسبانيا جايبه 9 اهداف ورا المانيا على طول، وطبعا صدامهم بكره الحقيقه هو بمثابه نهائي مبكر. واخيرا الاكثر استحواذا منتخب البرتغال، وده رقم خادع لان هم واجهوا منتخبات بتدافع قصادهم وبالتالي هو استحواذ سلبي. والاكثر تصديا للاهداف منتخب جورجيا 26 كره 29 كره بقياده مامار داشفيلي. يعني بعد جلال الارقام دي كلها والاحصائيات دي كلها، خلينا كده نطلع لفاصل سريع ونرجع بعديه بقى علشان اعرف منك معارك اليورو.